يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. اخباركم يا جماعه؟ النهارده معانا يوم مختلف جدا وان شاء الله يعجبكم، لكن طبعا في البدايه ارحب وامسي على نوران. يا مساء الفل يا نوران. يا مساء الجمال يا فاروق. عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ انا كويسه الحمد لله. تمام الحمد فعلا لله. معانا النهارده فقرات مختلفه ومتنوعه، يبقى معانا فقره طبيه عيش صح عشان نرد على كل استفسارات الساده المشاهدين اللي تهمهم. اما الفقره الاخيره من الساعه الاولى هيبقى معانا فنانه من نوع خاص، يمكن بترسم اشكال ووشوش المشاهير لكن بترسمهم بالاكل. يمكن ده فن مختلف متميز من طراز خاص كده. هتنورنا ضيفتنا في آخر فقرة عشان نعرف بقى إزاي هي بترسم وشوش الفنانين من الأكلات، وهل هي بتاكل الرسومات دي بعد ما بترسم دي ألذ حاجة بقى ولا بتحتفظ بيها؟ نعرف التفاصيل دي كلها منها في آخر الفقرة إن شاء الله. بصوا يا جماعة، دايما كده من وقت للتاني بتلاقوا إيه؟ بتلاقوا في تحديات بتحصل على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. يمكن لسه مؤخرا كان آخر تحدي اللي هو كل واحد يحط صورته وهو كبير، بعد كده يشوف نفسه وهو صغير. وطبعا احنا بنحب إيه دايما؟ أي حاجة ممكن يعني بنرفع بيها عن نفسنا. اليومين دول برضو يعني أغلبية الناس على السوشيال ميديا عملت تحدي مختلف جدا، وهو تحدي مرتبك كام؟ كل واحد أول مرتب أخده في حياته يا ترى كان كام؟ وكمان أول شغلانة اشتغلتها كانت إيه؟ دي الفقرة التانية، خليكم معانا وكلمونا بقى. بص لفوق كده حسن، يسألك سؤال شرير. في عصافير بتلف حواليا. بلاش. خلينا نعرف من الناس اللي هتدخل تكلمنا. تمام. طيب أما دلوقتي هنتكلم بقى عن موضوع لطيف جدا برضه، هو حديث السوشيال ميديا، ويمكن كان في صور للفنان أحمد عماد واللي معروف بكاظم في فيلم الدادة دودي. طبعا كلنا عارفين الفيلم ده وحافظينه، مهما يجي ما نزهقش منه أبدا، نتفرج عليه على طول. لكن يمكن طبيعي إن الشخص يكبر ويخطب. الصدمة لناس كتير على السوشيال ميديا إن هما فجأة حسوا إن الفيلم عدى عليه 12 سنة وكاظم كبر وبقى عريس وخطب. يمكن الناس كلها قالوا إيه ده، هو الدنيا بتجري بسرعة كده؟ هو مين اللي خطب بس؟ أحمد عماد. أحمد عماد كاظم؟ كاظم. أنت بجد يعني كان ده حقيقي؟ أه والله. لا مش حقيقي، إزاي؟ والله لا حقيقي. يا جماعة أنتوا متخيلين الفيلم ده عدى عليه أكتر يعني قرب ال 12 سنة. 12 سنة؟ الدادة دودي. يعني احنا كنا مثلا متخيلين ان احنا لسه ايه الفيلم ده 4 5 6 7 سنين بكتير جدا، لكن بنتكلم في عمر برضو، خلي بالك مش قليل. يا عبد الصمد. يا عبد الصمد. هو كاظم معانا طبعا، كنا افتكرنا الصور او افتكرنا الشكل طبعا. احمد عماد، عايز اقول لك انه يمكن الفيلم ده كان فيه اطفال كتير قوي كلهم كانوا حلوين جدا ومثلوا ادوارهم كانت قويه جدا، لكن كاظم علم مع الناس قوي. يعني ان هو كان دوره مع ياسمين عبد العزيز كان مختلف وصعب، خصوصا ما كانش بيتكلم. الناس تعاطفت معاه قوي. بالظبط. وهو ولد لطيف جدا، وعلى فكره الناس بيتهيالها ان احمد عماد اول دور ليه كان في فيلم الدادة دودي. لا هو شارك مع فنانين كتير، ويمكن حكايه حب مع الفنانه يسرى والفنانه حنان ترك كان سنه اصغر شويه من فيلم الدادة دودي، وبعد الدادة دودي برضو شارك فنانين كتير قوي منهم الفنان محمد صبحي وعمل ادوار كتير، لكن كان ابرز دور ليه وعلم مع الناس هو كاظم في فيلم الدادة دودي. هو احمد معاه التليفون دلوقتي او كاظم معاه التليفون؟ كاظم. يا ابو حميد اهلا بيك. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ لا ازيك يا كاظم، الحمد لله كله كويس. انت كبرت امتى يا احمد؟ انت العمر جري مره واحده كده. والله الناس اتفاجئت، يعني في ناس الحمد لله في ناس عارفه وبس ناس اتفاجئت، وانا برضو اتفاجئت بس من اللي حصل على السوشيال ميديا بسبب صور الخطوبه. بس الحمد لله ردود الفعل كويسه جدا. يعني في الاول كده عايزين نبارك لك، يعني الف الف مبروك على الخطوبه وعقبال الفرح ان شاء الله يا احمد. يبارك فيك. شكرا. طيب عايز اعرف بقى منك، يعني ايه اكتر تعليقات عجبتك على السوشيال ميديا او لفتت نظرك؟ والله كل التعليقات بصراحه بسطتني جدا. طبعا في تعليقات كده بتبقى سخيفه كده في النص بس عادي. ايه زي ايه يعني؟ مثلا التعليقات اللي هو صدمه الناس، اللي هو ازاي كبر وحصل التغير ده، اللي هي الصدمه بس اللي جات للناس في اختلاف الشكل. دي اكتر حاجه يعني بيتعلق بيها. اوكي. انا عايز اشوف صورتك يا احمد دلوقتي، يعني يمكن ما صدفتش دلوقتي لسه، بس يعني اكيد طبعا ما اختلفتش كتير، وده طبيعي جدا يعني الواحد. صوره احمد معانا على الشاشه. طبعا نفس الملامح وكده بس الدقن. جاني يا ابو حميد والله. حبيبي تسلم. جاني يا ابو حميد. طبعا الف مبروك على الخطوبه، يا رب كده يكرمك ان شاء الله وتكمل بقى الفرحه الكبيره باذن الله. باذن الله باذن الله. قول لنا يا احمد كده، الكواليس زمان وانت يعني عد ايه 12 سنه كده من فيلم الدادة دودي؟ هو انت كان عندك كام سنه في فيلم الدادة دودي؟ سؤال شرير. انا كان عندي تقريبا 14 سنه حاجه كده.
والفيلم 2008 والناس بس مصدومه عشان هو فيلم بيتعاد كتير تلفزيون. حضرتك فاهم الموضوع ان هو الفيلم بيتعاد كتير قدام عينك، فبعد كده تشوف ال 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 الشخص بقى ده دلوقتي، فهو ده اللي بيخليك تستغرب يعني. بالظبط. طيب يعني يمكن فيلم دادا دودي كان من أبرز الأفلام للأطفال اتعملت في الفترة دي، وكلنا لحد دلوقتي بنحب نتفرج عليه جدا. كلنا أكيد كان في كواليس ما بينك وما بين الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان القدير طبعا صلاح عبد الله. احكي لنا كده لو في في حاجة كانت مميزة بالنسبة لك وقت الكواليس. بصي أنا كنت بالنسبة لهم كئيب شوية عشان دوري يعني. يعني كان كل الأطفال معايا كانوا بيلعبوا أكتر، بس كان المخرج على طول استاذ علي الجديد طبعا كان على طول حاططني في المود ده، اللي هو اصلا مش بتكلم ولازم اوصل يعني تعبيرتي للناس دون ما اتكلم، فالموضوع كان صعب شويه. فهو كان حاططني كده اندر ستات بطريقه معينه عشان ده يظهر على الشاشه يعني. فكان الكواليس بتاعتي مختلفه شويه يعني، كان كنت بالنسبه لهم كئيب يعني. لا الناس كانت بتحبك ومتعاطفه معاك جدا يا احمد. الحمد لله الحمد لله يعني. ده اكتر حاجه علمت مع الناس، و يعني عشان انت عارف الادوار اللي حزيني بتبقى بتعلم مع الناس اكتر من الادوار الثانيه يعني. فده طبعا جه صالح الحمد لله. بس الكواليس كانت لطيفه جدا طبعا. ياسمين عبد العزيز شخصيه محترمه وبتحب تساعد يعني، حد لسه طالع بتحب تساعده يعني. كذا مره مثلا في مشهد العياط ده اللي هي بتشاور فيه الصوره دي يعني، خليتني اعيد كذا مره عشان اعرف اجيب العياط يعني. هي بصراحه جدعه جدا يعني على الحقيقه. طبعا استاذ صلاح عبد الله ما فيش طبعا كلام عليه يعني، ده استاذنا. بس والفيلم كان كواليسه كلها لطيفه الصراحه يعني، كان كل الجروب كان لطيف اكيد. طيب احمد يعني انت برضو يمكن في ناس كتير بتقول انه انت بس اكتفيت بفيلم الدادا دودي، ما كانش ليك اعمال فنيه بعدها، لكن مش حقيقي. انت كان ليك اعمال مع الفنان محمد صبحي، امير قراره، وبرضو ياسر جلال، صح؟ كلمنا عن اعمالك وكلمنا لو في اعمال مستقبليه يعني. بصي حضرتك انا عملت بعدها ونيس واحفاده مع الفنان الكبير طبعا محمد صبحي. فهو بقى استاذ محمد صبحي ساعتها اداني نصيحه، قال لي ابعد شويه يعني، صح. ابعد شويه عشان ما تتحرقش، عشان خلاص في ناس يعني في امثله كتيره هو خلاص الناس شافتهم صغير، انت هتفضل في عين الناس صغير، فممكن ما يتقبلكش لما تكبر. فطبعا دي كانت نصيحه يعني كويسه منه جدا، فابعدت شويه. بعد كده اللي خلاني بقى ارجع تاني، في واحد من اصدقائي يعني كان المنظمين بتاع مهرجان القاهره، فقال لي فكره كده اللي هو ادخل المهرجان وبصورتي صغيره وكده. فالموضوع برضو ساعتها على السوشيال ميديا عمل ضجه جامده. حلو جدا. انا عملت يعني ده بقى اللي خلاني ارجع. بعدها عملت ظل الرئيس مع استاذ ياسر جلال، وبعد ظل الرئيس عملت اخر حاجه حرب كرموز. وبعد حرب كرموز عملت اسوار عاليه مع احمد العوضي ورانيا يوسف. بس هو تقريبا حصل يعني، هو نزل في الخليج واتشال ساعه الكورونا، وتقريبا لسه هينزل بقى في دور عرض، مش عارف بقى وهينزل تلفزيون يعني، مش عارف تفاصيل الفيلم يعني. انت احمد شاركت في اكتر من عمل ما شاء الله، لكن يمكن الناس يعني ما خدتش بالها من المرحله اللي انت كنت فيها وانت صغير ولما كبرت مره واحده، فاهم يعني التغيير. في ناس ما ربطتش بس عشان اختلاف الشكل يعني. بس السوشيال ميديا بقى يعني كشفتك بتعرف. ايوه كشفتك على طول، ما استنتش. دي حقيقه. الموضوع بقى اسهل فعلا من زمان. السوشيال ميديا بتعرف يعني، صوره بسيطه بتنزل بتوصل لناس كتير يعني. ألف ألف مبروك يا أحمد، وبالتوفيق، وإن شاء الله كده عقبال الفرحة الكبيرة وعقبال الفرح، ربنا يهنيك أنت وخطيبتك، وإحنا مبسوطين إن أنت كنت معانا، نورتنا. أنا مبسوط أكتر. شكرا. شكرا جدا ليك يا أحمد، وبالتوفيق ليك يا رب إن شاء الله. يا سنين بتعدي يا أحمد. يا عبد الصمد. يا عبد الصمد. طبعا ألف مبروك يا أحمد، وربنا يوفقك يا رب إن شاء الله كده في حياتك الخاصة وكمان حياتك العملية. احنا كده هنطلع لفاصل معاكم بقى، وبعد الفاصل تفتكروا اول مرتب اخدتوه في حياتكم كان كام، وكانت ايه كمان الشغلانه يا ترى؟ خليكم معانا بعد الفاصل. يمكن زي ما قلنا لكم كده في اول الحلقه انه في تحديات كتيره دايما بتطلع من وقت للتاني على السوشيال ميديا، والتحدي اللي هنتكلم عنه النهارده هو تحدي اول مرتب قبضته. في ناس كتير قوي بدات تتفاعل مع الترند ده لدرجه ان هو بقى ترند عالمي، ما بقاش مقتصر على مصر بس،
وفي فنانين كتير قالوا اول شغلانات اشتغلوها واول مرتب اخدوه، مقارنه بقى باللي اخد مرتب كبير واللي اخد مرتب صغير، بس كله بيتباهى وبيتفاخر باول مبلغ مسكه في ايديه من شغله وتعبه. اكيد طبعا. ويمكن يا جماعه طبعا المشاهير في كل حته البدايات كلها كانت صعبه، ما كانش الموضوع يعني الارض مفروشه بالورود زي ما بيقولوا كده، لا كان طبعا فيها مشقه وفيها صعوبه. هنبدا معاكم من الشباب برضو، يمكن اللي اخذوا وقتهم دلوقتي وظهروا على الساحه بشكل يعني لطيف جدا، ويمكن ربنا يا رب يكتب له كده مستقبل كويس ان شاء الله في الفن، هو فنان محمد الشرنوبي. محمد الشرنوبي برضو شارك كل الناس على السوشيال ميديا وقال انا اول مرتب اخذته كان 200 جنيه سنه 2005، بس ما قالش كان بيشتغل ايه. بس يعني انا عايز اقول لك ان 200 جنيه في 2005 ده كتير كتير تهيألي. صح؟ لا يعني احنا بنقش على الراجل يعني. هي بصي الفكره هنا في ايه؟ الفكره دايما عايز اي حد يقول مثلا لو مرتبه كان كام وكان بيشتغل ايه؟ وفي ناس مش بتتكسف من ده. لا طبعا في ناس كتير وفنانين كتير جدا زي ما قلت لكم بيتباهوا او يعني ليهم الفخر ان هم يقولوا احنا كنا بنقبض كام وكانت شغلاناتهم بسيطه جدا. وهنقول لكم مين هم، لكن مثلا خليني اقول لك ان مثلا الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك طبعا كان بيقبض 5 قروش ليه في نادي الزمالك وهو عنده 15 سنه، وطبعا بعد اعتزاله احنا عارفين ان هو كان بيدرب فرق كتيره جدا. 5 قروش وهو عنده 15 سنه وكان لسه بيلعب يعني في نادي الزمالك، ده اكيد برده حاجه بسيطه يعني. بس يعني اهو دلوقتي بقى كابتن كبير طبعا، كابتن فاروق جعفر يعني اسمه غني عن التعريف يعني. في بقى فنانين زي تامر حسني مثلا اشتغل وكان برده ما بيتكسفش ابدا ان هو يقول ان هو اشتغل حاجات كتيره جدا، كان اشتغل عامل في محطه بنزين، كان بيبيع عطور في الشارع وما كانش ليه مرتب ثابت ولا مكسب محدد، لكن كان يعني بياخد فلوس من او مقابل الشغل اللي بيشتغله. يعني تامر قال ان هو ما كانش عنده مرتب ثابت يقدر يقوله، بس كان اكتر من شغلانه اشتغل فيها كان بيطلع له منها يعني اللي ربنا كاتبه له بقى، صح كده؟ طيب وحماده هلال برضو قال نفس الكلام، قال اشتغلت في كافيتيريا واشتغلت دليفري واشتغلت في ورشه نجاره، وبرضو ما كانش ليه مرتب ثابت بالنسبه له ان هو كان يحدده، لكن في الاخر خالص هو اشتغل اكتر من مهنه علشان خاطر يعني يشوف في الاخر بقى هيستقر على ايه، وسبحان الله راح لحاجه تانية خالص بقى نجم دلوقتي. طبعا. طب خلينا نعرف راي امال بقى، وهل يعني اشتغلت ايه في الاول في اول حياتها وقبضت كام؟ يا امال ازيك؟ الحمد لله كويس. عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. هتقولي لنا اول مرتب اخدتيه ولا لا؟ هقول لكم عادي. كام؟ 50 جنيه 50 جنيه من امتى؟ 50 جنيه الكلام ده من حوالي 6 سنين كده. ده اشتغلت ايه بقى؟ كنت ساعتها نازله المفروض يعني ان احنا كنا تدريب على كمحاسب يعني، والحمد لله اخدت 50 جنيه مكتب محاسبه يعني. 50 طب حلو جدا. والموضوع تطور معاكي بعد كده؟ الحمد لله، بس انا اشتغلت في حاجه ثانيه، بس دلوقتي لا يعني ممكن نعدي مثلا 3-4 كده الحمد لله. طب الحمد لله. ما شاء الله. طب عملت ايه باول فلوس اخذتيها او ال 50 جنيه عملت بيهم ايه؟ اول ال 50 جنيه اول ما خدتها وانا مروحه اشتريت بيها ايس كريم وحاجه حلوه ليا انا وبابايا ومامتي واخويا، وخلصت على كده. نبسط نفسنا بقى نبسط نفسنا بقى نتدلع شويه بالظبط كده. قلت بقى الواحد قبض مش يدخل عليهم بايده فاضيه فجبت بيها حاجه حلوه. بتكافئي نفسك. طبعا يعني المبلغ كان قوي جدا يا جماعه ما ينفعش. هو عامه حلو ان الواحد اول ما يقبض اول مرتب يجيب هدايا لاهله اللي هم تعبوا معاه طول عمرهم. ايوه طبعا. ايه يا خالد في ايه؟ خالد بيقول انت عملتي كده؟ مش فاكره يا خالد بصراحه. بس انا بتهيألي انا عملت كده يعني بتهيألي. هي دي بصراحه بتكون الطف حاجه ان احنا مروحين نجيب لهم حاجه حلوه كده في ايدينا او اول كل شهر حاجه كده لطيفه صغيره واحنا داخلين بتبقى حلوه قوي. لكن طبعا ما نفضلش ناخد وخلاص بصراحه يعني. طب هسألك سؤال تاني. قولي لي. لسه بتجيبي هدايا وايس كريم لاهلك ولا خلاص هو اول 50 جنيه واكتفيتي؟ لا والله لغايه دلوقتي كده. ربنا يخليكم لبعض يا امال. يا رب يا رب. طب امال معلش انت غيرتي يعني الكارير بتاعتك رحت لايه؟ رحت لمجال الفاشن. برافو. طب حلو جدا. من المحاسبه للعالم الازياء والموضه. يس. ربنا يوفقك يا رب يا امال. يا رب يا رب دعواتك. شكرا ليكي يا امال نورتينا. هو انت طريق ماشيه فيه بتتعبي فيه شويه ويا اما تكبري في الطريق ده يعني يا اما يبقى هو ده المجال بتاعك بعد كده وتكبري فيه وتعملي منه بيزنس كويس، او يا اما بقى التعب بتاعك اللي في المجال ده بيروح لحاجه ثانيه خالص او حاجه ثالثه خالص بقى. صح. طب انا مش هسالك انت خدت كام في اول او اول مرتب كان كام. اول مرتب اخدته جبت بيه ايه؟
اشتريت بي ايه؟ لا بتهزري. ايه بجد؟ اه انا فاكره انا جبت بي ايه. طب جبت انت؟ انا مذاكره عندي. انت تقول لي انا اللي بسال. انا مش فاكر. اكيد مش هفتكر. مش هتفتكر اول مرتب. اصل الكلام ده كان 2007. طب اول مرتب خدته يعني في السنه. طب قولي انت الاول جبت ايه؟ طيب. جبت انت الاول؟ انا اول مرتب اخدته نزلت جبت يعني جزم على طول. اه انتوا الموضه والحاجات. اه عجب. انا بس انا فقيسه مفرش معايا. انا دخلت يعني كان معايا مبلغ معين عجبني كذا وكذا فرحت جبتهم. انا قلت لك هقول انت بقى. لا انا فاكر بعض الحاجات اللي يمكن عملتها وانا واصحابي يعني وكان من ضمنها برضو كان في زمان واحنا صغيرين كان الانديه كان بيبقى دايما فيها اماكن كده بيبيعوا فيها لعب اطفال والكلام ده وكان من ضمنها في زي كور صغيره كده او حاجه شبه بالونه جواها ماده معينه بتعمليها كده تعمل نفس الشكل تعمليها كده تعمل نفس الشكل مش عارف ايه وفيها عينين وشعر والكلام ده وكانت بتتباع وقتها ب 25 جنيه فاكر كويس جدا ب 25 جنيه اخذت واحده منها وروحت البيت انا عايز افهم ايه الماده اللي جواها قطعتها وشفت الماده اللي جواها ما عرفتش الماده دي ايه لقيتها ماده غريبه كده ما بقتش فاهم اعمل ايه فجبت اقرب حاجه للماده دي وهي كانت الدقيق وجبت القمع الصغير ده بتاع الميه والكلام ده حطيته جوه البالونه وجبت بالونه اشكال كتيره جدا وبقيت اجيب الدقيق واحطه جواها انت عملت معمل تحاليل لا وقصه كبيره خلي بالك وبقيت اعمل منها اشكال كتيره جدا وجبت بقى العينين والشعر اللي هو اللي كنت بلزقه كنت بجيبه من خيوط التريكو والزقه عليها وعملت منها كميات غير طبيعيه واخدت الكميات دي بقيت ببيعها انا بقى للناس الثانيه ب 10 جنيه الواحده يعني انت دورت الفلوس بتاعتك او اول مرتب اخدته كده يعني اللي هو دوره راس المال كنت صغير شويه يعني. وبعد كده الموضوع تطور بقى لحاجات ثانيه الحمد لله بس يعني كان دايما الواحد ما بيسكتش يعني بس فاروق مختلف لان هو فكر بشكل عملي يعني في بزنس اللي هو انا لازم ازود المرتب اللي انا اخدته مش زينا كده ما كانش في مرتب وقتها كنت بعمل حاجات وحاجات طب بزنس مان من صغره طيب خلينا نتكلم بقى عن النماذج العالميه معانا عبير بتالي نعم معانا عبير معانا عبير طب معنا قولي الو يا عبير الو ازيك يا عبير ازيك يا نوران عامله ايه عامله ايه الاخبار تمام الحمد لله انت ايه الاخبار انا كويسه قولي لنا بقى اول مرتب اخدتيه كان كام وعملت بيه ايه بصي كان 750 جنيه يا سيدي من امتى كان في 2011 تقريبا طيب كويس حلو 2012 يعني كان بالنسبه لي ساعتها كان رقم يعني بس وخدته بقى ما روحتش بيه يعني فرتكته في الطريق على طول رحت رحت عملت شوبينج بقى واشتريت حاجات ليا وجبت لهم كلهم في البيت هدايا وروحت بقى ايه استلفت من بابا تاني عشان اكمل بقيه الشهر استلفت منه بقى انا جبت لكم هدايا هات بقى فلوس ما روحتش بيه كلنا بنعمل كده طب قعدوا يقولوا لي بقى طب يعني تخلي معاكي علشان ايه اشتغلتي ايه وقتها محاسبه ولسه محاسبه لحد دلوقتي ولا غيرتي لا زي ما انا وزادت يعني التطور الطبيعي يعني؟ طبعا المرتب اتغير اكيد يعني اكيد ولسه بتشتري حاجات لاهلك وبتجيبي لهم هدايا ولا بتكتفي بالمرتب يعني في المناسبات بقى يعني هي خلاص كانت حلاوه البدايات كده حلاوه البدايات يا عبير طب عايزه اسالك عن احساس اول فلوس تاخديها في ايدك من شغلك كان عامل ازاي؟ بصي انا كنت ماشيه كنت عايزه اقول للناس كلها ان انا قبضت النهارده اول قبض ليا في حياتي وان انا معايا فلوس وان انا تعبت في الفلوس دي وشقيت عشان اجيبها فكنت ماشيه فرحانه قوي بجد وكنت عايزه اقول للناس كلها فاهمه؟ يعني كان هبل قوي بس كنت مبسوطه بجد يعني اخيرا بقى اللي هو احساس ان وفي البيت بقى داخله جايبه لهم حاجات فاللي هو انا جايبه لكم عامله كبيره بقى ومسؤوله بالظبط أيوة. ليها متعة خاصة كده جدا صح. اللي هو بقى ولا كأني مثلا هستلف منهم كمان شوية عشان انا ضيعت الفلوس كلها انا فخور بنفسي طب لا يعني وانت بتستلفي فلوس من باباكي عشان تكملي الشهر يعني قال لك ايه؟ كان بيضحك يعني كان بيضحك بدل ما قعد يقول لي بدل ما تخلي مثلا نصهم يا ستي اصرفي اللي انت عايزاه بس خلي حاجة معاكي الباقي الشهر بس قعد يضحك وبتاع بس قشطة يعني هو كان مقدر فكرة الفرحة بتاعت اول مرتب البدايات بالظبط ربنا يوفقك يا عبير يا رب ان شاء الله شكرا ليكي جدا ليكي نورتينا طيب احنا اتكلمنا عن الفنانين المصريين نتكلم بقى عن النماذج العالميه اللي هم كانوا قالوا برضو قصص حياتهم واول مرتب اخذوه ايه هي الشغلانات اللي اشتغلوها يمكن احنا معانا مثلا لو اتكلمنا عن بيل جيتس اغنى رجل في العالم طبعا يعني اول حاجه اشتغلها كان عمل كده نموذج او برنامج كمبيوتر بيراقب من خلاله حركه المرور في سياتل في امريكا هو عمله مع صديقه ليها ليه اسمها الين
هم اخدوا كام بقى يعني مقارنه بالمرتبات اللي احنا بنقولها؟ لا اخدوا مرتب كويس قوي او رقم كويس، هو $20,000 بس. يمكن كان اهله معارضين فكره ان هو يشتغل في الكمبيوتر او مجال الكمبيوتر وكده، كانوا عايزينه يطلع محامي، لكن هو كان عارف طريقه وهدفه بدليل ان هو بقى أنجح وأغنى رجل في العالم دلوقتي. هو كان بيقول لهم أنا متميز جدا في مجال الكمبيوتر يعني بالنسبة لي. بالزبط. وبعد كده برضو خلي بالكم لما أخذ الوقت ده، لما أخذ فيه يعني $20,000 برضو وقتها سنة 70 صح؟ 1970 بالزبط. برضو رقم مش قليل جدا، رقم كبير جدا، وفعلا ده يعني يثبت أنه هو دلوقتي يعني من أغنى أغنياء العالم فعلا. والراجل ده يعني كانت دماغه مش واقفه من وقتها، هو الراجل ده ملهم شغال على طول زيك شغال كده. ليه بس لسه صغيرين. شوف انت فكرت في ايه وانت، انا مش بنق برضه. بقول لك ايه برضه، كان زمان من ضمن الحاجات خلي بالك اللي كان انا واصحابي دايما لا اللي كنا بنعملها وبنفكر فيها، ان احنا ازاي ممكن نعمل شويه حاجات حتى لو ما فيش لسه ما اشتغلناش في حته، كنا لسه بندرس ونعمل حاجه نجيب منها مصروف حتى على الاقل. انا فاكر لحد النهارده كان في بابا واحد صاحبنا كان عنده شركة استيراد وتصدير وكان بيجيب حاجات من بره، وكان من ضمن الحاجات دي كان في موجود في ميناء في السويس، كان موجود شحنة موجودة لمشروبات غازية يعني موجودة على الرصيف، وكان عليها وقتها مزاد وهو دخل المزاد ده واخدها بسعر ضعيف جدا لان كان وقتها اكسبيرد عليها حوالي شهرين ثلاثة، وكانت كمية كبيرة جدا، واخدنا الكمية دي وديناها في شقته اياميها وحطينا كمية بقالها من كتر ما احنا مش عارفين نفتح الباب من الكراتين. عايز اقول لك في عربيات اصحابنا كلنا كنا بننزل نوزع على كل المنطقه كلها وكل المناطق اللي حوالينا ونروح كل حته لحد ما خلصناها، وكانت بسعر قليل جدا لدرجه لما خلصت كمان بقت الناس بتكلمنا. وطبعا كل حاجه ماشيه رسمي يعني، انت معاكي شركه استيراد وتصدير وبالضرايب وكل حاجه تمام جدا، لكن في الاخر ده يثبت ان انت عرفتي لو عندك في ماشين عايزه تخلصيها تخلصيها وتعمليها ده وانت بتدرس. اياميها كنا صغيرين، اياميها كنا لسه في ثانويه متهيألي حاجه كده. لا دماغك شغاله في البيزنس حلوه كمان، فكر اشاركك نشوف بقى نعمل ايه المشروع انا وانت مع بعض. دماغك حلوه. طيب هي هو ده الهدف يعني، هو الهدف من ان احنا الفقره دي مش الضحك بس ولا ان احنا نتكلم ونقول يعني قصص لمجرد ان هو ترند على السوشيال ميديا، لا هو الفكره انه الشخص بيبدا في حياته صغير ويشتغل شغلانه بسيطه، حتى لو هو عايز يشتغل حاجة تانية بس الطريق بيوصل له واحدة واحدة وبيطلع السلم واحدة واحدة. فممكن فنانين كتير أو نماذج رجال أعمال أو علماء كتير جدا كانوا بيقبضوا مرتبات بسيطة، بس مع الوقت ومع التعب والجهد اللي هم عملوه واشتغلوا على نفسهم بقوا مشاهير وبقوا نماذج ملهمة لناس كتيرة جدا مننا. هو ده الهدف من الكلام اللي احنا بنقوله يعني. وطبعا اكتر نموذج ملهم معانا النهارده هو احمد. لا لا مش الكلام ده، احنا بنحاول بس ايه يعني يا جماعة برضو زي ما انت بتقولي يا نوران بنكمل على الكلام، ان مفيش حاجة سهلة، مفيش حاجة بتبدأها لازم يعني تلاقيها ان هي مفروشة لك كده بالورود كلها، لا فيها مشقة وفيها تعب وفيها مجهود بشكل كبير جدا، واثبت نفسك فيها لحد ما ربنا يكرمك ان شاء الله يا اما في المجال ده يا اما في مجالات اخرى ان شاء الله ربنا يفتحها لك. فمحدش يعطل، اللي قدامك اعمله واشتغل فيه وسد فيه لحد ما تجيب بالاخر خالص، هتلاقي يا اما الطريق ده كمل معاك يا اما اتفتح لك طرق تانية. بالظبط هو ده الهدف من الفقره. يمكن فقرتنا خلصت لكن لسه حلقتنا ما خلصتش، بعد الفاصل هنستقبل بقى الفنانه الجميله داليا حسني عشان تكلمنا ازاي هي بترسم وشوش المشاهير بالاكل وتحديدا بالعسل واللب والمستردة. تفاصيل كتير هتعرف وها بعد الفاصل، خليكم معانا. طيب بصوا يا جماعه، يعني دايما اي حد موهوب بيثبت نفسه في اي مجال من مجالات ما شاء الله يعني. النهارده معانا في فنانه او رسامه بالاخص كده، هي بتاكل عادي يعني، بتتعشى بتتغدى عادي جدا، لكن وهي بتتغدى بتتعشى عادي جدا بتبص للاكل بمنظور تاني خالص، بتبص للاكل ان هو لوحة فنية، ان هو هعمل منك ايه لما اشوف كده طبق المكرونة قدامي، ازاي هعمل منك شكل. ده النهاردة اللي حصل معانا من الرسامة داليا حسني، وداليا قررت ان هي تعمل من المأكولات والاشكال المختلفة او بعض كمان المكونات زي السكر والدقيق وخلافه، طبعا هنعرف منها بشكل مفصل اكتر شكل الفنانين الجمال بتوعنا. هنعرف بقى بتعمل ده ازاي النهارده معانا من داليا. داليا اخبارك ايه؟ الحمد لله منورانا جدا. انا سعيده بوجودي معاكم اكتر، ده شرف لينا. منورانا يا داليا. ميرسي. انا جعت حقيقي يعني، انا عاجبني طبق الجالي ده طالع من عيني اللي هو ان بوكس، يعني ان بوكس وجالي حاجه من البرنامج. ميرسي قوي على الهديه الحلوه دي، هي حلوه قوي، كل الرسومات تجنن بصراحه. انا مش حاسه ان الرسومات دي مرسومه بالاكل، فيعني عايزه افهم منك يعني هي دي موهبه ولا انت اتعلمتي ده
وانت اصلا بتعرفي ترسمي على الورق بالوان الزيت بالرصاص يعني ولا على الاكل بس؟ يعني تفاصيل كده عايزاكي تعرفينا. لا هي البدايه طبعا ان انا كنت برسم عادي خالص وانا صغيره، وبعد كده عاوزت اطور ده بشكل اكبر. فكنت برسم بقى 3D ورسمت بالزيت ورسمت لوحات وبورتريهات، والناس المقربين مني برضو بشكل كبير يعني حبوها. بس بعد كده انا قلت انا عايزه الفن يروح لحته تانية يعني حاجه مختلفه، فدايما كنت بدور في الحاجات اللي حواليا ان انا اعمل حاجه تكون مختلفه، لحد ما توصلت لفكره الرسم بالاكل. هي دايما بحس ان الافكار العظيمه بتيجي صدفه، بس اكيد دايما بتبقى عايزه من البدايه يعني فكره في دماغك، بس لسه محتاجه لحظه معينه الفكره دي تظهر. لحد ما بدات ارسم بالاكل كانت حاجات صغيره في البدايه كده، تجارب ما كنتش بظهرها للناس يعني ولا اي حاجه ولا بنزلها على السوشيال ميديا. لحد ما بدات بقى اول رسمه كانت هي رسمه محمد صلاح بالمكرونه والكاتشب، ونزلتها على السوشيال ميديا وعملت تفاعل كبير، ومن هنا بقى بدات الفكره معايا بشكل اكبر. وبعدين انا كمان بحس ان انا كل رسمه بعملها فعلا ببقى عايزه احس انها 3D، مش عايزه ان انا تحسي انها خطوط او بسيطه او ملامح بس، هي مرسومه فعلا. انا معانا الصوره على الشاشه. بو من زكريا طبعا، ربنا يشفي ويعافي يا رب ان شاء الله. دي بحبه البركه والعسل الابيض. دي بحبه البركه والعسل الابيض ولا عسل ابيض؟ والاحمر ايه؟ حبيت ابيض. حبه البركه ده كان صوص عشان لون الكاتشب. واللي قبليها طبعا كان نور الشريف، وطبعا الفنان القدير نور الشريف، والفنان عبله كامل في مسلسل كشري مصري. طبعا عبد الغفور البرعي. عبد الغفور البرعي. فاطمه كشري. عملتيهم بايه بقى؟ بالكشري المصري. بالكشري المصري. يعني انت عملتي يعني فعلا الصوره. الله حلوه قوي. ده فاتن حمامه وعمر الشريف. ايه الجمال ده؟ لا احكي لنا كل صوره عملتيها ازاي؟ مش هنعديها كده يعني، مثلا الصوره دي استخدمتي فيها مواد ايه؟ يعني دي كانت بالشوكلت. انا الفكره فيها ان الشوكلت ليها طابع رومانسي شويه وليها احساس مختلف، وهم فعلا كان ليهم الاثر ده لينا كبير. فاخترت الفكره من هنا. طب انت الرسمه بتاخد منك وقت قد ايه؟ على حسب كل رسمه يعني، في رسومات بتاخد مني ساعتين مثلا او كده، في رسومات مثلا بتاخد 7 ساعات زي الرسمه اللي قدامكم دي، رسمه ونيس دي 10. خلينا نوريها كده للناس. عائله ونيس شكل كده ايه اقرب شويه. عائله ونيس تحفه. احكي لنا كده عن تفاصيلها. انا دي كانت بالنسبه لي كنت حاسه ان فيها تحدي، لان هي كانت 10 اشخاص، وكمان في وشوش لو خدتي بالك اصغر من حجم الجنيه. يعني صغيره خالص. لورا. وجمعت فيها اكتر من حجم في لوحه واحده. هي ابطال المسلسل تقريبا كلهم. انا عندي سؤال، انت ازاي عامله الوش يعني بالظبط؟ ينفع اقول حاجه؟ دي شوكليت. كلي. لا بقول لك ما بوظيش الصوره. ما بقول لك انا هنجيب لك بره يا نوران. طب اعمل لنا حاجه ينفع ناكلها بعد كده. هنجيب لك طبق حضرتك بس نخلص الحلقه. نخلص الحلقه ونقعد نرسم وناكل. حلوه قوي بصراحه. الصوره طالعه هي هي، انت ازاي بتحددي ملامح الوش حتى؟ اما هو ده اللي انا يعني عايزه اوصله اكتر للناس، ان تحس ان الصوره حقيقيه ما تحسش ان هي مرسومه. ممكن تشوف اكتر من حد بيرسم حاجات، بس هتحس ممكن مش قادر تحس الرسمه ومش قادر تحسها، فانا دايما بحاول احط احساسي في الرسمه، يمكن ده اللي بيخلي الناس تحسها واضحه. داليا احنا معانا فيديو ليكي وانت بترسمي صوره عائله ونيس. دي خدت منك وقت قد ايه؟ لا دي كانت واخده مني تقريبا 7 ساعات يعني. 7 ساعات متواصل؟ والمواد اللي مستخدماها شوكليت. شوكليت وجالي وفارماسيل. ومربى. اوكي. وجالي الوان يعني اكتر من لون. وبسكوت هتلاقيه تحت كده. طبعا انت البسكوت بتفرفتيه بقى صح؟ بفرفته بقى. طيب اكيد بتلزقي الحاجات دي كلها بالعسل. يعني في حاجات بلزقها، وفي زي الشوكولاته مش محتاجه، هي اوريدي بتلزق لوحدها. لكن البسكوت والفارماسيل لا بيحتاج عسل. انا استحال يجي في دماغي الكلام ده. لو قلتلي الكلام ده انا ونوران يعني عايز، لو كيس قد كده هتلاقيه مش موجود بعد 5 دقايق. هتلاقينا اكلنا الشوكليت والجالي يعني. هو يعمل اشكال حلوه في بطننا بقى. طيب وايه تاني برضه بالنسبه لك كان في صعوبه لما جيت تنفذيه؟ انا بالعكس انا بحس ان كل رسمه بكون مستمتعه بيها مهما تعبت فيها يعني. انا يعني مهما قعدت فيها وقت بحس ان انا بعمل حاجه انا بحبها، فيمكن ده اللي بيهون تعب الرسمه شويه. بس يعني فعلا هي كانت اكتر حاجه حسيت انها خدت مني مجهود، هي كانت اسره ونيس يعني. قالت ونيس. طيب من اكتر اللوحات اللي تفاعلت معاها الناس وتحديدا الفنانين هو الفنان احمد حلمي، لما رسمتي وشه باللب بقش اللب. هو كمان خد الصوره ونشرها على ستوري على انستجرام عنده.
احكي لنا رد يعني احساسك كان عامل ازاي، رد فعل ورد فعل الناس لما شافت الصوره. الناس لما شافت الصوره اعجبت بالرسمه بشكل كبير، ويعني استغربت ازاي اللب اللي احنا ممكن نشوفه حاجه خفيفه وبناكلها عادي واحنا بنتفرج. فانا يعني اعتبريه او كده، فانا اخترت ان انا اعمل بيها احمد حلمي عشان دايما برضو بنحس ان اعماله خفيفه بالنسبه لنا كده. ولما نزلها حقيقه انا اتبسطت جدا وفرحت. وكمان اسره ونيس برضو ما عملت الفنان محمد صبحي نزلها برضو عنده على البيت واتبسط بيها جدا، الناس حبتها بشكل كبير. ودي احدث رسمه برضو طبعا نجمين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، وبرضو ما لسه متفاعلين معاها تقريبا من 10 دقائق كده. والله هي حاجه مبهجه جدا بجد والله. طيب داليا ايه تاني بالنسبه لك يعني؟ لا بيت بقى عن ايه تاني. طيب عايز اعرف منك كل حاجه من الحاجات دي ليها مده محدده او صلاحيه معينه من الاكل بقى ولا ايه؟ مش عارف. في بدايه الفكره انا كنت اصلا بعملها وباكلها على طول يعني، ما كنتش بفكر ان انا احتفظ بيها، بس فعلا الناس تفاعلت معاها بشكل كبير وطلبت انها لا انا عايزاها تبقى لوحه معايا ومش عايزه برضو اوقفها لهنا يعني، عايزه فعلا اللوحه ان انا احتفظ بيها، تشوف لنفسك لوحه مرسومه بماده طبيعيه. لا فبقدر بقيت بقدر احتفظ بيهم يعني. يعني اللوحه دي بقى لها معايا مده كبيره يعني، اغلب اللوح كلها عندي. طب احنا يعني لسه مكملين الكلام او الحوار الجميل ده معاكي يا داليا، لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع فنانتنا والرسامه داليا حسني. طيب بصوا يا جماعه يعني طبعا لسه بنكمل معاكم بقيت طبعا فقرتنا اللي معاكم مع داليا حسني الرسامه الجميله واللي بتعمل اكتر من رسمه بمنتهى الدقه من الاكلات اللي بناكلها والطبيعيه جدا وكمان الجيلي. طيب داليا معلش هي انبوكس دي انت عاملاها بايه؟ دي بالجيلي بصوص الفراوله، دوبت الجيلي جوه الصوص فكان طلع الشكل ده. ده ليه دلاله معينه يا داليا؟ اكيد. ايه هي مثلا؟ ان انبوكس مثلا حاجه حلوه اخدتها من اللون واكيد طبعا هو حاجه حلوه. ربنا يخليك يا حبيبتي. لا جميله ايوه كده. حلوه قوي. ايوه كده. شفت يا خالد؟ جميله يا خالد. خالد نفسه عايز حاجه ثانيه يا خالد؟ طبعا. طب خلينا نتكلم بقى عن اكتر ثنائي اتشهر في رمضان الفتره اللي فاتت، شوجر وعمر. اكيد صح، ده من المسلسل ميت وش. انا خدت الفكره التشجر برضو فرسمتها بالتشجر وحطيت طبعا عليه الالوان الطعام واستخدمت بقى طبعا فيه تشوكلت ويعني وجالي وسوسات بقى كتير. طب يعني هل هم شافوا برضو الرسمه بتاعتك؟ هو انا لسه اصلا منزلاها من يومين فلسه ما لحقتش اوصلها قوي. بس الناس تفاعلت معاها بشكل كبير يعني على البيج وكده. داليا انت ممكن لو اي حد قال لك انا بحب اكله محدده مثلا تعمليه منها؟ اكيد. ده هي دي الفكره اصلا اللي انا بعملها يعني. في شخص بيقول له انت بيليق عليك كده يعني. الرسمه بيليق عليه الشكل يعني. فاروق يليق عليه ايه مثلا؟ هو بس هو اختار. لا لا من غير ما انا قلت لك يعني مثلا يليق عليا ايه؟ قولي لي كده. لا برضه ممكن اعملك زي احمد حلمي كده او مكسرات يعني من نفس الفكره. الكاجو كده والفستق يا جماله. طب نوران احنا قلنا مارشميلو. مارشميلو والله هتسيحيه ولا هتعمليه؟ لا بيتشوي كده عارفه. طيب حلو جدا. حلو قوي. طيب خلينا نتكلم عن طبعا الفنانه القديره اسعاد يونس. هي برضو اتفاعلت معاها ونزلتها عندها على البيت. ودي حاجة يعني أسعدتني جدا. كنت عاملة فيها فكرة تانية أصلا، هي فكرة الآيس كريم، بس طبعا أكيد مش عارف أجيبه معايا هنا. طب الآيس كريم ده هيسيح. ما هو أنا كلته بقى. أنا عملتها وكلتها أصلا. أنت بتعملي أكلات رسومات وتاكليها يا داليا لوحدك كده يعني ينفع؟ هي بصي أهم حاجة أصل الأكل ده مزاج. ومحدش بياكل اي حاجه كده وخلاص، لازم تاكل حاجه انت بتحبها. اكل فن ايا يعني كان بقى، فن ولا مش فن، اهم حاجه تاكل الحاجه دي. بس انت بتحبي الحلويات اكتر؟ اكيد صح؟ يعني بحب الحاجه عشان انت معظم رسوماتك من الحلويات، فهل ده ليه دلاله ان انت اكتر اكلات بتحبيها ولا ده عشان يمشي مع الصوره والرسمه؟ انا اكيد طبعا بحب الحلويات بس لا يعني عشان الرسمه يعني كل حاجه بتليق عليها يعني. مثلا عملت محمد صلاح كان بمكرونه وكاتشب. برضو لما استخدمت الكشري المصري لما رسمت بيه عبلة كامل. فمش شرط يعني، بس هو اغلب الحاجات يعني تشجر فكان لازم اعملها بالفكره. انبوكس اكيد طبعا لازم يكون جالي. برضو يعني حاولت يعني نانسي عجرم اكيد برضو لازم، هي قمر وسكر يعني، فلازم برضو رسمتها تبقى بالحلويات يعني. هي حلوه قوي. انا من بعيد وانا قاعده شايفاها كان هي، كنت لسه بقول لك ان هي صوره مرسومه او 3D يعني حاجه مجسمه كده،
ما هو ده اللي انا عايزه اعمله من الرسومات اصلا. ان انا احس ان الرسمه بالاكل بس انت تشوفيها تحسي انها صوره وتحسي انها واقعيه وفيها اكتر من لون، فبتدي نفس احساس انك شايفه لوحه بالالوان مش بالاكل. انت بس ما وقفتيش لحد هنا، انت وقفتي كمان يعني قلتي لا انا هدخل على المشروبات على القهوه. عملت بالقهوه ورسمت عليها ام كلثوم دي كانت على فنجان، ورسمت برضو يعني بالقهوه ان انا ارسمها بيها على ورقه، يعني استخدمت النوعين في فكره القهوه. طبعا احنا اخر صوره معانا يعني نختم بيها الفقره، الفنانه القديره يعني الراحله شويكار، مفيش اجمل منها ولا احلى منها. انت عاملاها بايه بقى؟ بالقهوه؟ لا دي بالشوكليت ومربى. شوكليت ومربى، هي فعلا شوكليت يعني ربنا يرحمها. وهي الصورة جميلة قوي، ويعني ده برضو أكتر حاجة يعني نحاول نعبر بيها عن حبنا للفنانة والأعمالها الجميلة. نورتينا يا داليا، فنك حلو قوي، واستمري وإن شاء الله كده يبقى ليكي معرض وناس تجيلك وتعملي حاجات بشكل أوسع. إن شاء الله. نورتينا يا داليا. مرسي. شكرا جدا ليكي يا داليا، نورتينا جدا بجد والله، شكرا جدا ليكي. مرسي. فقراتنا لسه مكملة، وإين بوكس لسه مكمل معاكم بعد الفاصل. عيش صح، خليكم معانا.